على سبيل المثال ده براكتيكال الارم سيستم موجود في احد الاجهزه، بيبقى في عندي مقسم الالارمز ثلاثه برايورتيز. طبعا هم دول الثلاث ليفلز الاساسيين اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده. في عندنا هاي، وهاي دي بنتكلم على consequences may be serious injury or death، طبعا في منتهى الخطوره. واكزامبلز على كده مثلا electrical power or gas failure، بنتكلم عن minute volume too low، بنتكلم عن apnea يعني توقف تام عن التنفس. ممكن برضه يكون داخل فيها حاجه زي airway disconnection، يعني حصل leakage كبير موجود عندنا في السيركت، فمعنى كده الاير مش واصل للمريض. طبعا هنا بيبقى فيه لازم يكون في عندنا visual alarm واكوستيك alarm يعني audible alarm. الفيجوال الارم عاده بيبقى حسب بقى الانترفيس عامل ازاي، زي ما هنشوف دلوقتي بيبقى يا اما يكون في الارم مسج على ريد باك جراوند، او مثلا هنا لما بتكلم على الليفل ميديا مثلا بيبقى الارم مسج على يلو باك جراوند، لما بتكلم على اللو بيبقى يعني هو برده زي الليفل 2 اللي هو الميديم الارم. بالنسبه للاكوستيك الارم او الاوديبل الارم، لما بتكلم على حاجه خطيره بالشكل ده كده بيبقى لو انا بتكلم على دي البيبس، فهيبقى مثلا هنا بيب 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 وتبقى ماشيه كده بتريبيت. هنا بيبقى فيه سيكونس مختلف عشان المطلوب هنا يبقى فيه بيب 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 بعد كده بيب بيب بيب. اوكي؟ هنا بيبقى بس بيب بيب بحيث ان اليوزر يقدر يسمع الالارم ويقدر يميز اذا كان الالارم ده هاي ولا ميديوم ولا لو. لما بتكلم على الميديوم فور اكزامبل consequences may be serious if the abnormality persists. لو انا فضلت ما عملتش ادريسنج للمشكله اللي حاصله ممكن يبقى فيه برضه خطوره. فمثلا زي الهاي توتال ريت، يعني الريت اللي هو بتاع الاكسبيريشن بتاع الريسبيريشن عموما بقى عالي زياده، inappropriate البريشر بتاعت البيب او السي باب، inappropriate الفراكشنال انسبايرد او 2. لما بتكلم على اللو بتكلم على ان هي مودريت، يعني الكونسيكونس بتبقى مودريت. اوكي، لو الابنورماليتي بيرزست زي مثلا كومبلاينس وريزيستنس تشينجز والهاي تايدال فوليوم، بتكلم على حاجات لها علاقه عموما بالليفل اوف سبورت الفنتليتور بيديه للبيشنت بقى اقل من المطلوب. فبالتالي ده موجود عندنا كمثال، والحقيقه يعني غالبيه الاجهزه بنلاقي ان هي عندها فيري سيميلر براكتيكال الارم سيستمز.